الآن هي في أروقة مجلس الوزراء. بس أنتوا أكيد عندكم كلام يعني. جايش بالكلام. هناك تسريبات يعني. نعم. السيد النائب يقول ماكو تسريبات. لا هناك تسريبات. نعم. الموازنة أعتقد هي موازنة. قلت مو دقيقة يعني. نعم. النهاية تسريبات. لا مو إحنا لازم نذكر التسريبات. أولاً كتغيير سعر صرف ماكو. ماكو تغيير سعر صرف. 2023 ماكو. ماكو تغيير سعر صرف لأنه التغيير سعر الصرف خطة اقتصادية متوسطة الأجل يعني المفروض 5 سنوات. نعم. لكن يمكن تغيير سعر الصرف لو لا أنا أقول لك شيء يمكن. ممكن إيه؟ يمكن. ليش؟ قرار سياسي. السيد محمد الشياع السوداني طلع بالتلفزيون على لسانه هو قال هاي سياسة بنك المركزي بموجب نعم. القانون رقم 1 قانون رقم 25 مادة أولا لسنة 2004 صلاحية البنك المركزي العراقي المحافظة على قيمة الدينار العراقي ورسم السياسة النقدية نعم. في نعم. العراق يعني المانع اقتصادي مو سياسي المانع اقتصادي لحد الآن المانع نعم. اقتصادي لحد الآن تكلمت قلت لك إذا نعم. أريد قرار سياسي نقدر نغير نعم. لكن الحكومة سربت بعض المواضيع في موازنة عام 23 أولا هناك سيصبح تعاون استثماري ما بين القطاع الخاص والقطاعات الحكومية هاي أولا ثانيا تخصيص مبلغ 75 تريليون نعم. لدعم القطاع الزراعي والصناعي والتجاري من أجل النهوض نعم. بهذه القطاعات والدليل على ذلك بس أسألك سؤال قبل ما تكمل الدليل على ذلك في موازنات سابقة أيضا دعموا هذه القطاعات لكن بالحقيقة ما بس مو نفس الرؤية مو نفس الرؤية ولا نفس الاستراتيجية لا احنا اصلا بالعكس القطاع الخاص يعني تكلموا هسه مثلا موازنه عام 2023 السيده طيف سامي تكلمت عن 850 الف درجه استحداث 850 الف درجه وظيفيه ورا يومين طلعوا نفوا هذا الموضوع قالوا ماكو درجات وظيفيه احنا خلينا ننهي موضوع العقود والاجراء اليوميين نعم. يلا نلتفت الى موضوع الـ استحداث درجات وظيفيه احنا ننتظر رؤيه جديده نعم. كل الحكومات السابقة من تكلمت بموازنة دعم القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية كان ما عندها بحبوحة مالية الآن حكومة السيد محمد الشياع السوداني لديه من البحبوحة المالية التي تساعده في تنفيذ هذه البرامج صحيح. الاقتصادية خاصة وأن الموازنة العامة هي موازنة تخمينية للعام المقبل تبنى على 3 عوامل العامل الأول السعر التخميني للنفط على أقل تقدير خلال 7 أشهر الأولى من 23 ما ستنفقه الحكومة والمؤسسات والدوائر الحكومية خلال عام 2023 ما سيدخل للحكومة من واردات نفطية وغير نفطية في عام 23 هذه البنود الثلاثة أو الأساسيات الثلاثة تبنى عليها موازنة عام 23 نعم. كل هذه الأمور مشجعة مع نعم. الوفرة المالية اللي تحققت إن من نعم. النفط نعم. وغير النفط نعم. أعتقد السيد محمد الشياع نعم. السوداني يعني تحدثت بها النقاط يعني إذا بس النقاط اللي تحدثت بها ثبتها يمك يعني ربما يأخذون بها بالموازنة هي هاي من مسودة الموازنة لا هاي القديمة لا لا مسودة موازنة عام 23 لا موجودة المسودة اي موجودة يقول لك بعدين متفقين عليها سيادة انا يعني ما لا هي مسودة يعني هنا يقول لك ما متفقين والتسريبات اللي طلعت مو صحيحة لا لا مو هو يقول لك اليوم السيد جليل عنده المسودة ويحكي بالمسودة الاستاذ سجاد يحكي لك بالبرلمان المسودة موجودة بمجلس الوزراء يقول لك التسريبات هم يعني مو دقيقة اقول لك هاي التسريبات احنا نتكلم بالتسريبات التسريبات كل يوم قاعد تتغير يعني قلت لك قبل هسه تكلمنا عن 850 الف درجه وظيفيه من وزاره الماليه نعم. ورا يومين لغوها تكلمنا عن تغيير سعر الصرف لغوه هاي كلها تسريبات نعم. نعم. الى ان توصل نعم. وتتناقش ويطلع تطلع بشكلها النهائي نعم. يلا نحكم على الموازنه لكن هي الموازنه ايش راح تشمل غير توظيف القطاع فتح يعني بعد المسوده ما كامله لا المسوده كامله شلون كامله المسوده كامله كامله تسريبات مجلس الوزراء اسمحي لي ستيفا تسريبات مجلس الوزراء المسوده كامله ما عدا حصه اقليم كردستان